اوكي دالي الهواء دالي انا 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 دالي بلي بلي بهوى الاسمار انا انا والهان الفنان يوسف عمر ابو يعقوب ابو يعقوب مطرب المقام العراقي الأصيل المطرب اللي كان حريص على أن يحضر جميع الحفلات اللي قيم بيها الفنانين العراقيين بالمقاهي وكان حريص أيضا على أن يسمع كبار الفنانين العرب من خلال الاسطوانات أبو يعقوب الفنان يوسف عمر انولد ببغداد ومن كنا صغار كنا دائما نحضر هذه الحفلات وبيوم من الأيام حضرنا حفلة بهذا المقهى لأحد المطربين قبل ما تصير مالتك كانت الواحد غيره بس القضية شنو المطرب اللي حضرنا للحفلة ما اجى ليش ما اجى طبعا احنا ما ندري فطلبوا من الفنان يوسف عمر أني غنى أبو يعقوب الله أطرب الجميع الله لأنه كان على دراية كاملة بأصول المقام العراقي وأني شخصياً إلي الشرف كنت أعزف خلف هذه الأسطورة وبهذا المقهى في يوم من الأيام حدثت هذه القصة أبو يعقوب اليوم أريدك تغني وصوتك يوصل باقي الصوت إيه مو تبدل هلا حلوة الموسيقى ما شاء الله ماخذ راحته تقول عبالك الحكومه نايمه ابو اسماعيل احنا ماخذين موافقه البلديه على الغنى داخل القهوه اعرف اقول لك هو هذا القاتل اي هو هذا انا شفته بعيني وسلاح الجريمه بجنب هاي ايش تسوي اسماعيل عود شي تفتش صدوق كذا هاشنو انت اكبر مجرم امشي داني امشي امشي داني كل أسف وركبت التهمة براس أبو يعقوب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم يوسف عمر بالسجن 15 عاما ورفعت الجلسة أبو يعقوب بريء بريء حكم باطل أبو يعقوب بريء 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 راح أبقى أنتظرك أبو يعقوب والله يهم هسه عندي أحكي ويا نفسي أنت إيش مدريك يا بدسكو بس انت وقتك معقوله شنو هذا الجني ابني ان شاء الله تطلع من السجن وتكمل مسيره حياتك
اكو ناس ينكتب عليهم الظلم وانت واحد من عندهم، وانا هذا قلبي حسني انه انت بريء وان شاء الله تطلع وياي. ان شاء الله عمي، ان شاء الله عمي. عمي عمي انا هم بريء، شو تحسني؟ والله يا عمي هم احس بيك انت بريء ومظلوم. الف رحمه على والديك. عمي عمي همك بريء؟ والله يا عمي انت هم احس بيك بريء، بس انا اتمنى بعد يومين يعدموني. ليش؟ ليش عمي؟ على مود اخلص منكم. الحمد لله على السلامة يا ابي شرفي.
لا ادري بيك تطلع الا اجي استقبلك من باب الشرطه. بعرف 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 ما تفصل. اقول قول انا تعبت من المدينه حقك ولد اول هاي السنين اللي فاتتني. انت تامر امر شو تريد بالضبط؟ تغني ونص من عين باكر اخذك صديقي سلمان واعرفك عليه واخليه يقدمك بالاذاعه تغني. صدق؟ طبعا صدق ونص. انا اشكركم على حبكم واخلاصكم الي. ان شاء الله دائما نبقى اصدقاء. يا معود ابو يعقوب احنا كم يوسف عمر عندنا نحطك بهاي عيوننا. استريح امشي امشي سوي شاي لعمك. بعدك هيك شويه.